العالم وحديث الساعة فيروس كورونا. واستكمالا أيضا الموضوع معانا تليفون مهم جدا من الدكتور أحمد نجم، استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة وعضو الجمعية الأمريكية للأنف والأذن والحنجرة. تحياتي ليك يا دكتور أحمد. تحياتي ليك يا كابتن أسامة ولكل المشاهدين. دلوقتي فيروس كورونا اللي محير العالم، سبب انتشاره باختصار شديد يا كابتن أسامة، هو فيروس كورونا ده نوع من أنواع الفيروسات التاجية. الفيروسات التاجية دي موجودة اوريدي بقالها سنين معانا. لها العيلة دي لها ثلاث أفراد. وهي بتعمل أمراض كتير كلها مرتبطة دايما بالجهاز التنفسي وخصوصا الرئتين. ظهر منها زمان لو نفتكر حاجة اسمها السارس، والسارس ده كان معدلات الوفاة فيه لغاية 10%. تمام. وبعد كده ظهر منه نوع تاني اللي كان بيتنقل من الإبل، وكان أشهر مكان حصل فيه في العالم كان السعودية. وده كان معدلات الوفاة بتوصل فيه ل 38%. حتى أن ظهر الكورونا بشكله الجديد، وهو ده النوع الثالث من أفراد العائلة أو من الفيروسات التاجية. معدلات الوفاة لفيروس كورونا على حسب الدول حاليا ما بين 2 ل 3.5%. ايه خطورته؟ خطورة فيروس كورونا في سرعة انتشاره، بمعنى ان احنا كل 2 ممكن يعدوا 7، او بمعنى تاني كل فرد عنده كورونا ممكن يعدي 3.5 أفراد. الانفلونزا العادية بتعدي فرد واحد. الواحد بيعدي قصاده واحد. انما في الكورونا الواحد بينقل العدوى ل3.5 أفراد. ايه مشكلتنا مع الكورونا؟ مشكلتنا مع الكورونا مع سرعه الانتشار بسهوله المرض بينزل للجهاز التنفسي السفلي للرئتين. فبالتالي بنبقى عرضه اكتر ان يحصل لنا التهابات رئويه. اللي هي بنسميها النمونيا. والالتهابات الرئويه دي في الطبيعي بعيد عن الكورونا بتحتاج رعايات معينه ورعايات خاصه وانواع معينه من الادويه بتتم داخل المستشفيات وداخل الحجر الصحي، داخل الرعايات المركزه. طب مين اكتر عرضه؟ مين اكتر ناس عرضه ان يحصل لهم كورونا؟ واحنا نعمل ايه عشان ما يحصلناش كورونا؟ ولو ظهرت عندنا اعراض نتصرف ازاي؟ حتى الان من سن 0 لسن 9 سنين نسبه الوفاه 0%. 0% من سن 0 لسن 9 سنين حالات وفاة. من سن 9 سنين لسن 45 سنة 2 في الـ1000. فوق ال 45 سنة هي النسب كلها بقى على حسب من دولة لدولة وعلى حسب سرعة الانتشار. يعني هي الخطورة على الأعمار السنية الكبيرة بداية من 45 سنة فيما فوق. بالظبط يا كابتن أسامة، بس كمان لازم تبقى بلس بلس. يعني إيه؟ مش مجرد ان سنك 45 او سنك 50 او سنك 60 او سنك حتى 100. انت لازم يبقى عندك مرض تاني مزمن uncontrolled، يعني غير عندك مثلا سكر مش مظبطه. عندك سده رئويه ومش متظبطه، عندك سده رئويه ومصمم ان انت تشرب سجاير. عندك مشاكل في المناعه بتاعت الجسم، والمناعه في هذا الوقت مش مظبوطه. وما بتاخدلهاش الادويه بتاعتها بشكل مظبوط، يعني بيأثر على الاشخاص اللي عندهم امراض تانية، يعني امراض تانية وغير مهتمين بيها. او غير معتنيين بيها. دول بيبقوا عرضه اكتر. طيب عايز اخد حضرتك يعني نصيحتك بقى، يعني الدوله دلوقتي تعلق المدارس والانشطه الرياضيه لمده 2 أسبوع، دلوقتي في تجمعات، الناس اللي في الاجازه عايزه تخرج تروح المولات يبقى في تجمعات، نصيحتك ليهم ايه يا دكتور؟ خاصه يعني انتشار المرض زي ما حضرتك بتقول سريع. بص يا كابتن اسامه، احنا عندنا شق مهم جدا في النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي. هي الدوله عامله اللي عليها بانها وفرت الكيت عشان نكتشف، عملت غرف عزل في مستشفيات كتيره جدا، كل 2 أو 3 ساعات نشرات توعيه من وزاره الصحه للمستشفيات الجامعيه ومستشفيات وزاره الصحه للتعامل مع الموقف. ادت 15 يوم اجازه للمدارس، بدات كمان يناقشوا ان الامهات يبقى في طريقه ما لحضورهم للشغل. فالحكومه بتعمل الجزء اللي عليها. كويس. يتبقى انت بقى، انت طبيب نفسك، احنا محتاجين في اللحظات دي، هم 2 أسبوع محتاجين يبقى كل واحد فينا عنده ضمير في تصرفاته. يعني نحاول نقعد في البيت لو ما فيش لازمه للخروج. تمام. الفيروس
لو انت طلعت واشتغلت وطبيعه شغلك لازم تطلع تشتغل، الفيروس ممكن يبقى موجود على الاسطح، ممكن يبقى موجود في الهدوم اب تو 9 ساعات. وانت داخل بيتك بالليل اقلع هدومك كلها على الباب ودخل الهدوم دي تتغسل. ويا ريت انت كمان تاخد شاور او تستحمى قبل ما تدخل البيت بالليل. كويس. الازمه اللي حاصله في البلد علشان الكحول غلي والتريليوم غلي وكميه المطهرات دي غليت، في حلول كتير من غير الحاجات اللي لازم نروح نشتريها وتبقى غاليه. احنا ممكن بسهوله لو جبنا نسبه صغيره من الكلور واتحطت على لتر ميه، ده بسهوله انت ممكن تعصر بيه الاسطح واكر البيبان والحاجات الميتال والحاجات المعدن والحاجات دي كلها، مش هتكلفك حاجه وفي نفس الوقت هتحميك بشكل كبير. لو انت بتشتغل في مكان فيه تجمعات كتير، ايوه، يفضل انك تلبس ماسك. كويس. الماسك ده اكتر، يعني مثلا لو انت دكتور او انت وكيل نيابه او انت شخص جوه نادي، لو انت شخص بيدخل عليك عدد معين من الجماهير، ساعات في انواع من الكورونا بتبقى اسيمتوماتيك مش ظاهر عليها اعراض، ودي ممكن تختفي من 3 لـ4 ايام لو عملت التحاليل. انت في الحاله دي ممكن تبقى حامل للمرض، فبسهوله ممكن تديه للي قدامك، فبسهوله لو هو عنده عرضه زياده يبدا يحصل له مشكله. في الحاله دي انت ما تبقى لابس كمامه، انت بتحمي النفس وبتحمي ان ما يطلعش لعاب يجي على اي اسطح من الاسطح اللي حواليك او يجي في وشه او يجي، فبالتالي ما يتنقلش الفيروس بسهوله. طب اخيرا يا دكتور، لو واحد عنده برد عادي يروح جري بسرعه يحلل الفيروس بتاع كورونا ولا يستنى، ولا ايه الاجراءات اللي ممكن يعملها لو واحد تم اصابته ببرد وهو ما يعرفش هل هو برد عادي ولا كورونا خلال الفتره دي؟ بص يا كابتن اسامه، المعامل المركزيه لوزاره الصحه بتوفر التحليل مجانا، بتوفر التحليل مجانا. بس لازم يبقى فيه بوادر. بمعنى ايه؟ حضرتك عندك سعال وعندك ارتفاع في درجه الحراره وكنت مخالط حد تم تشخيصه في اخر 14 يوم ان طلع عنده كورونا، او حضرتك كنت في احد الدول اللي فيها اعداد كبيره او اعداد انتشر فيها الكورونا وظهر عندك كحه وارتفاع في الحراره، في الحاله دي بتقدر تكلم 105 وزاره الصحه وبتروح تعمل التحليل مجانا، او بتذهب لاحد مستشفيات الحميات اللي تابعه لوزاره الصحه وهم بيبداوا يوجهوا حضرتك. في احتمال اتجاه من الدوله حاليا ان احتمال يبقى التحاليل دي موجوده في بعض المعامل الخاصه. كويس. بس دي هيبقى ليها تكلفه. لان التحليل ده ثمنه غالي. والحكومه اصلا بتقدمه فور فري، بتقدمه ببلاش تماما. هو اصلا في الاصل ثمنه غالي. تمام. انجلترا عملت ايه؟ انجلترا اللي هي عندها واحد من اقوى الانظمه الصحيه في العالم، بتقول ان اي حد يشعر باعراض برد يتفضل يعزل نفسه داخل البيت وياخد اي دواء فيه ماده باراسيتامول ويقعد في البيت ويبلغنا من طريق التليفون. لو فضلت الاعراض مستمره اب تو 7 ايام بيبقى هو ده الفرد الوحيد اللي مسموح له ان يدخل ينزل يروح الطوارئ في اي مستشفى من المستشفيات اللي تابع لها منطقته داخل انجلترا او داخل بريطانيا. فاحنا في الحالات الانفلونزا العاديه يفضل ان احنا نفضل في البيت، يفضل ان احنا نشرب ميه بشكل مستمر. لم تثبت فعاليات فيتامين سي حتى الان في الكورونا، ولكن نقدر ناخد الحقيقه فيتامين سي بشكل مستمر برضه قد من الممكن ان تفيد. نحافظ على النظافه الشخصيه، نحافظ على طول ان المكان دايما متنظف، نحافظ ان احنا ننضفه دايما بالكلور بالالكحول، كل الحاجات دي هتساعدنا. في الاخر احنا تحت مظله ربنا، وربنا يعديها بخير على الجميع، ربنا يحفظ مصر واهلها. اخيرا يا دكتور، هل حضرتك دلوقتي في تقارير كتير اشارت ان ممكن خلال الفتره القادمه يكون في مصل او علاج لفيروس كورونا؟ هل ممكن يكون في ان شاء الله الموضوع ده، خاصه ان في تقارير كتير قالت ممكن على اول 4 يتم التوصل لعلاج لفيروس كورونا؟ بص يا كابتن اسامه، لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه طلعت تقول ان في فاكسين او علاج للفيروس. حتى هم العلاج في الصين اللي بيدوه للحالات عباره عن مجموعه من 3 ادويه على بعض تستخدم لـ3 امراض مختلفه. حاليا الاحتمال يظهر خلال اليومين الجايين ان هم يبقى عندهم طريقه مظبوطه اكتر للتشخيص. بدات تظهر من احد الشركات العالميه. وفي امريكا بدا الكلام ان هو ده احتمال خلال يومين 3 تبدا تظهر للسوق. هو نعتقد ان هو هتبدا تظهر دلالات المرض او الاجهزه اللي بتكشف عن دلالات المرض الاول،
وبعد كده هيبدا يظهر لها تطعيم او علاج، بس انت عارف ان الحاجات دي بتحتاج شويه وقت. وقت فعلا. هو الكل شغال. برضو احنا بناكد تاني مشكله المرض في سرعه انتشاره. يا ريت اللي ما عندوش اي حاجه تستدعي ان يخرج من البيت، مظبوط، يقعد في البيت يحافظ على نفسه. تمام. اي واحد عنده اي حاجه مزمنه صدريه او بشكل عام في الجسم يفضل ان هو يعالجها بشكل مظبوط، ويحاول يظبط نتائج تحاليله خلال الايام الجايه، ويشرب ميه بشكل كويس، ويحافظ على النظافه الشخصيه. ان شاء الله. دكتور احمد نجم، استشاري انف واذن وحنجره، وعضو جمعيه امريكيه للانف والاذن والحنجره، شكرا جزيلا لك.